والسعادة. في رمضان الماضي كتبت مقالا وقلت تبرعه لمستشفى الصحة النفسية في العباسية، وكنت متخيل كما أنتم متخيلون أن لا أحد ينظر إلى هذا المستشفى، لكني تبينت أن هناك قلوب رحيمة وعيون مبصرة، وهناك من يقوم على زيارة هذه المستشفى ولكن لا يعلن عن نفسه بالتحري انها النبيله نبيله مكرم. اهلا بك. اهلا وسهلا يا استاذ حمدي. قبل ما نوصل للعباسيه بسمع اخبار طيبه عن عضويه في مجالس عالميه للصحه النفسيه، ايه اخر الاخبار؟ اخر الاخبار انه الحقيقه ربنا وفقني انه تم اختياري اول امبارح لاكون عضوه في الاتحاد العالمي للصحه النفسيه، وده اتحاد الحقيقه هي منظمه دوليه غير حكوميه، والمنظمة دي بتتكلم عن التوعية بالصحة النفسية وبالنظر باهتمام لكل الحقيقة الناس اللي بتعاني من تعب نفسي أو مرض نفسي وسبل العلاج، وكمان بتشوف التجارب المختلفة ما بين الدول فيما يتعلق بالتعامل بموضوعات الصحة النفسية. فطبعا كنت سعيدة بهذا الاختيار، وشايفة انه يعني خطوة وبعد جديد بيضاف الى المؤسسة اللي انا عملتها، مؤسسة فاهم للدعم النفسي، ان اقدر بيها كمان ان انا اشوف التجارب المختلفة العالمية، وفي نفس الوقت افيد كمان بالخبرة يمكن البسيطة اللي اخدتها لغاية الوقت ده في المؤسسة. جميل. جيت على ذكر مؤسسة فاهم، وهي مؤسسة الحقيقة لما بدأت كبيرة، وبدأت بزخم، بدأت بحفاوة مصرية. هذه الحفاوة الحقيقة أنا ترجمتها هي حفاوة برمزيتك، باعتبارك يعني الحقيقة كنت رقم مهم في الحكومة المصرية لفترة، وخرجت طواعية نتيجة ظرف حياتي أثر عليكي، والحقيقة حبيت دايما تتحملي ظرفك لوحدك، لكن الحقيقة الحمد لله شاركك في محنتك الكثير. مؤسسة فهم هي تعبير عن محنة التي تحولت لمنحة ربانية. تفضل. بالتأكيد، ودايما بقول يا أستاذ حمدي أنه كل واحد فينا له تاريخين، أهم تاريخين في حياته، تاريخ الولادة والتاريخ اللي بيعرف فيه هو موجود ليه هنا وجي ليه هنا الدنيا. ممكن جدا الواحد يجي ويدخل مدرسة ويدخل الجامعة ويتجوز ويخلف ويبقى جد أو جدة ويموت وخلاص، يدخل ويخرج هذه الحياة، إنما ما فيش حاجة كان فيها إضافة لهذه الحياة. سبب التواجد في الدنيا بالتأكيد لما بنعرفه احنا بنحس بتاريخ ميلادنا الجديد في هذه الدنيا وسبب تواجدنا. بالتأكيد انه المحنة اللي انا بمر فيها والتجربة والابتلاء خلتني يعني اشوف او احاول ان انا اعرف حكمة ربنا من اختياري لهذا الابتلاء وهذه التجربة. عشان كده قعدت اشتغلت على نفسي واشتغلت على محنتي، قلت لا انا مش هخلي حد يعني او احاول ان انا ما اخليش حد يتعرض للي انا بتعرض ليه، ولا ابنه او بنته يتعرض للي ابني بيمر بيه. عشان كده يمكن الولاده اللي فيها زخم كبير زي ما حضرتك ذكرت دي بتوريك او بتدي لك اشارات انها كانت حكمه من عند ربنا، كان هو ده الهدف من وجودي في هذه الحياه. بس انت عملتها ازاي دي؟ ازاي عملت ازاي تطبيع مع المحنه؟ يعني ازاي يعني
في ظرفك الخاص وابنك بيتعرض لهذه المحنة، اعتقد دموعك كانت اقرب، قلبك كان مفطور، سمعك مش قادر تسمعي غير صوت ابنك بيقول لك انقذيني. ازاي قدرتي تحولي المأساة دي الإنسانية دي إلى منحة، ولا وتحوليها كمان لطاقة دفع؟ أنا ما زلت في هذه المحنة وما زالت دموعي موجودة وما زال قلبي مفطور، ولكن أنا عندي إيمان قوي يا أستاذ حمدي، وعندي ثقة في ربنا إنه مش هيخذلني في ابني. يعني أنا طول حياتي حتى من قبل وزارة الهجرة وأثناء خدمتي حتى في وزارة الخارجية، أحب أساعد وأحب إن أنا أمد يد العون للي محتاج وللي عايز. تركيبة خيرية يعني. هي دي شخصيتي. فلما حصل لي هذا الابتلاء أنا عارفة إنه ربنا يعني ما هوش عقاب، ولكن هو ليه حكمة معينة عايزني إن أنا أشتغل فيها. فعشان كده قعدت افكر، وافكر كمان مع رامي انه زي ان احنا نستخدم هذا الالم. شاركك هو طبعا في هذا التفكير؟ طبعا طبعا، وما زال بيشاركني لهذه كويس. اللحظه انه احنا ازاي نبتدي نعرف الناس بالتعب النفسي والمرض النفسي. وانا اخذت هذا الموضوع من جانبي لانه انا كأم انا ما كنتش اعرف بالمرض النفسي او التعب، ما اعرفش ايه يعني ايه وتبعاته ايه. فبحط نفسي مكان اي ام او اي اب برضو مش فاهمين او مش عارفين، عشان كده يمكن كان طب. اختيار اسم المؤسسة فاهم، علشان نفهم المجتمع يعني ايه تعب نفسي، عشان نساند الاسر ازاي تتعامل مع ابن او بنت داخل الاسرة بيعانوا من تعب او مرض نفسي. في ناس استاذ حمدي زي ما حضرتك عارف احنا عندنا وصمة العار من هذا المرض والتعب النفسي، فازاي ان انا اشجعه اقول له كلا، وسبحان الله انه ربنا اختار وزيرة لهذا الابتلاء وهذه التجربة. فلما الوزيرة دي بتتكلم وبتجاهر بهذا الموضوع أشجع ناس تانية إن هي تتكلم، وكمان علشان أقدر ألاقي يد المساعدة في خلق مؤسسة الحقيقة بتشتغل على التوعية بالصحة النفسية. جمعيتك اجتذبت أعضاء كتر؟ احنا 13 عضو الحقيقة، عندنا اكبر 3 اطباء في متخصصين في المرض النفسي، طبعا دكتور عبد الناصر عمر ودكتور ناصر لوزة ودكتورة عفاف حامد، وايضا من رجال الاعمال اللي هم عندهم من عايزة اقول لك العلاقة الوطيدة والاعمال الخيرية. معايا طبعا المهندس احمد السويدي، معايا طبعا المهندس نادر يونان، معايا شيرين حلمي، دكتور شيرين حلمي، معايا دكتور مدحت العدل ايضا، لان احنا بنتكلم عن الدراما والاعمال الدراميه في التوعيه بالصحه النفسيه، معايا المهندس عمرو سليمان، معايا طبعا صديقتي العزيزه الاستاذه داليا ابراهيم رئيسه مجلس اداره مهضه مصر، الاستاذه نشوى الحوفي، الاستاذه لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد العقبي أستاذ علم الاجتماع. جميل. كلنا الحقيقة بنشتغل على هذا الهدف النبيل اللي هو التوعية. احنا مش عايزين الناس تخاف، احنا مش عايزين الناس تتكسف. احنا كل لما احنا ما بنتكلمش عن المشكلة اذا ما فيش مشكلة، انما احنا عايزين الناس تبتدي ان هي تفتح قلبها وتفتح بقها، ان هي تقول لا انا محتاج مساعدة، انا مش هتكسف ولا انا هخبي ابني ولا بنتي، انا هقف جنبه. ومش بس كده، انه انا لما اقتنع انه المرض النفسي ده زيه زي اي مرض عضوي، انا ممكن ان انا اودي ابني واتشجع ان اوديه لدكتور نفسي او متخصص في الطب النفسي. ما انا بخشى الجيران وبخشى الاصدقاء وبخشى الاسره وبخشى الواجهه الاجتماعيه وبخشى الوصمه. مظبوط، احنا مهمتنا ان احنا نكسر الوصمه دي. نقدر نقدر لو المجتمع كله عايز. دكتور عكاشة متفائل ان احنا نقدر. طبعا طبعا دكتور عكاشة، انا الحقيقة وانا بشتغل في بداية موضوع المؤسسة عشان ان انا انشئها كان ليا لقاء يعني الحقيقة غالي جدا على قلبي مع دكتور عكاشة، والحقيقة هو اشتغل على هذا الموضوع بشدة. بس احنا محتاجين حركة مجتمع، لا مؤسسة هتقدر تعملها ولا دولة ولا وزارة، احنا محتاجين كلنا نقول لبعض احنا مش مكسوفين، يلا نساعد. انت ليه تسكت وليه يفضل هذا التعب النفسي جواك؟ وليه تقدر يعني تخفي ولادك وليه تقول لا انا مش هعالجهم؟ عشان ايه؟ عشان في النهايه يحصل لا قدر الله حاجه احنا مش عاوزينها؟ لا. تاني برجع وبقول انه الابتلاء دوت ممكن يبقى هو ده السبب اللي يحرك
القلوب ويحرك العقول عشان نقدر ان احنا نساعد ونحمي اولادنا من مصير احنا مش عايزينه. جميل. الحقيقه ان الام في الابتلاءات بالذات والمحن بتبقى حالتها صعبه، واحنا كمان مش مدربين على استقبال المحن والالام والحوادث الضخمه في حياتنا، لكن كمان انت كنت قادره على احتواء ده كله وتحويله. يعني فكره التحويل ده، فكره المنتج ان انا اخرج من المحنه منحه، والحمد لله. وصحيح المحنه مستمره، وكمان ايضا جهدك ومقاومتك مستمره. الام المصريه شايفها ازاي؟ ما هي بتعاني دلوقتي من كم من المحن؟ هرجع تاني لنظرتنا للمرأة المصرية. مش احنا كمان نظرة القيادة السياسية للمرأة المصرية؟ احنا ستات يعني جدعان، واحنا ستات بنقف جنب بيوتنا، واحنا ستات عارفين واجبنا السياسي واجبنا الاجتماعي. تعبير اللي هو ست بمئة راجل ده انا شايفه جوه مصر يعني اساسي طبعا. احنا اول ناس بننزل في الانتخابات. أيوه. احنا اول ناس بنتكلم ولو ما نستحملش كلمة على بلدنا. احنا ستات جدعان. عشان كده بقول او بتبقى رسالتي للمرأة المصرية في هذا الموضوع، يمكن اللي انا بتكلم فيه او اللي انا يعني شايلة همه قوي، انه احنا قادرات ان احنا نغير الواقع ونغير الثقافة، لان الام هي عمود البيت. المرأة المصرية دي هي اللي بتربي الاجيال فعلا، وهي اللي بتشجع الولد او البنت ان هو يلجأ للمساعدة، وهي اللي هتجمد قلبه انه ما يتكسفش من مرضه وان هو ما يخجل ان هو يتكلم فيه. دورنا احنا كأم مصرية، ودورنا ك يعني سيدات مجتمع وسيدات بيشتغلوا وسيدات مش بيشتغلوا حتى، علينا دور كبير جدا جدا. فانا شايفة ان انا زي اي أم مصرية ممكن إن هي بتعاني، ممكن مش تحت الأضواء، يمكن زي عشان كنت وزيرة سابقة فالناس يمكن التفتت لي، إنما أنا عارفة كتير جدا من الأمهات المصريات اللي قدروا إن هم يحولوا من المحنة بتاعتهم إلى منحة لكل الناس. بتقديرك كان قرار خروج من الوزارة طواعية صعب عليكي؟ أنت كنت متألقة في الوزارة وكان عندك منتج كويس، كان عندك حالة تألق، وكنت محل ومحط الأنظار، وكان في نشاط دائم ومستمر. الخروج من الوزارة كان قرارك ازاي؟ عملتيه ازاي؟ كان قرار صعب ولكن كان لابد منه. ايوه القرار الصعب ده، المعادلة كانت ايه؟ المعادلة انه انا في قسم، انا اقسمت ان انا يعني قدام طبعا فخامة الرئيس ان انا ابني وزارة، وإن أنا أشتغل لمصلحة الدولة، وإنه أنا أتواصل مع المصريين في الخارج وأربطهم بالدولة. هذا القسم ده عليه مسؤولية كبيرة جدا جدا. الحمد لله لمدة 7 سنين أزعم إن أنا يعني قدرت إن أنا يعني أوفي بالقسم اللي أنا أقسمته. بس لما بيجي وضع أسري يستدعي وجود الأم قبل الوزيرة، كان لابد ايضا ان انا التفت الى اسرتي وان انا اقف جنب ابني وجنب جوزي وجنب ولادي وجنب اسرتي الصغيره والكبيره. فعشان كده يمكن بقول لحضرتك القرار صعب لان في قسم، انما كان لابد على الفور ان انا اطلب ده واطلب ان انا اعتذر علشان ان انا اتفرغ الى يعني الابتلاء او التجربه اللي انا فيها. ويعني زي ما ذكرت قبل كده، الحقيقه انه الدوله والقياده السياسيه ما اقدرش الحقيقه يعني انكر دورهم المساند والمشجع والمتفهم ايضا لهذه الظروف لغايه اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها. لما قررت تقدم استقالتك كان فيه انتظري اصبري مش وقته، يعني كان فيه ممانعه، ما كانش فيه اوكي. أنا بلتزم بالتعليمات يا أستاذ حمدي، وبلتزم بالتوقيت المحدد من الدولة لتنفيذ قرارها، لأنه في النهاية ده قرار دولة. إنما أنا كان عليا أنه أنا زي ما قلت لحضرتك أن أنا يعني أقدم الرغبة، وأنا يعني زي ما قلت لحضرتك القرار صعب بس كان لابد منه، وأن أنا أستأذن في الاعتذار عن هذا المنصب. التوقيت بقى ده يتراءى للدولة امتى بالظبط. فبعد لما يعني تقدمت بطلبي انتظرت
لحين يعني التوقيت اللي هم شايفينه. وزي ما قلت لحضرتك أنا شاكرة جدا ومقدرة جدا مش بس لاختياري من البداية أن أنا أكون وزيرة الهجرة، لأنه ده فخر جدا لي ولأسرتي، إنما كمان شاكرة ومقدرة جدا للدور اللي الدولة لعبته معايا وتفهمها لظروفي. 7 سنوات وزارة، مش يصلح كتاب مذكرات؟ فكرتي تكتبي مذكراتك عن هذه الفترة المهمة؟ فكرت أكتب مذكراتي طبعا، لأنه تجربة جديدة وبناء وزارة من العدم. اشتغلتي فيها؟ ابتديت أفكر، بس يمكن أنا مركزة دلوقتي في الجمعية المؤسسة، وأيضا مركزة في رامي، فيمكن لما أخلص الموضوع ده كله أبتدي أن أنا أكتب. إنما تأكد حضرتك أن أنا في أجندة خاصة بيا بكتب كده على جنب كل يوميات، يعني طبعاً عندك يوميات طبعا، ويوميات كمان الحقيقة بشوف فيها ربنا بيعمل إيه معايا في هذه التجربة. يعني لازم أسجل كل يوم أنا في رسائل. رسائل جميلة جدا، مطمئنة جدا، وبكتبها بالتاريخ. يعني وفي إيد حانية، في إيد بالطبطب، وفي ايد بتسند، وفي ايد بتقوي. ما تفتكرش حضرتك ان انا قاعده كده يعني قوه مني انا وامراه حديديه والكلام ده كله، لا لا لا، انا في قوه جوايا هي اللي بتحركني، وزي ما قلت لحضرتك ايمان وثقه بربنا. فكل ده انا بسجله يوميا لما بيحصل حاجه او بيصلني رساله حلوه بسجلها بتاريخ بشاره. قلت لي انت بتقعدي هنا في المكان ده، بتستقبلي اشاراتك، بتستقبلي الحياه، الكون، الشروق عامل عندك ايه؟ الغروب عامل عندك ايه؟ ايهما اقرب الى نفسك، الشروق ام الغروب؟ الشروق، لانه في امل. الشروق طبعا، لانه في امل وفي شمس بتطلع. دايما كنت بتكلم انه لما بتيجي الساعه 12 بالليل بتبقى 12 بي ام، ما تيجي الساعه 12 ودقيقه بيبقى 12 اي ام. طب 12 وربع بعد منتصف الليل هي ما زالت اي ام. طب يا جماعه ازاي الدنيا ضلمه وهي ما زالت بي ام، يعني او قصدي اي ام؟ ايوه، لان في مخاض شروق. أيوة. ولانه الامل جاي، حتى لان لو الفجر جاي. لانه لو حضرتك حتى مش شايف اي تغيير. ايوه، دي الحكمه. انما طالما في ايمان جواك انت عارف انه الشروق جاي. فانا بالنسبة لي الشروق ده جاي طبعا، مؤمنة ان الشروق جاي بتوقيته هو مش بتوقيتي انا. صحيح. فالمكان ده طبعا بالنسبة لي في كل تأملاتي. الرسائل مش بس هنا بستقبلها، انا رسائل ممكن في اي مقابلة، في اي مشوار، في اي حاجة انا بعملها بتجيلي رسالة بطرق جميلة. بقيت اركز عشان بقيت تاخدي بالك من الرسائل. بقيت اخد بالي من الرسائل. عارفه ليه؟ لان كمان دماغك دلوقتي باكثر صفاء. بالتاكيد. فالرسائل بتبقى باينه. بالتاكيد. من الايادي الحانيه كثيره في محنتك، لكن كان في ايد هي الاكثر حنيه. هي كان في ايد هي الاكثر طمانه. في ايد كده رتبت على كتفك، قالت لك خلي بالك وقفي وشدي حيلك هتبقي كويسه. ايد ربنا. ونعم بالله. بالتأكيد إيد ربنا كانت معايا في كل لحظة. إنما الحقيقة من كمان بعد ربنا الأصدقاء والأقارب والناس اللي هي مش عايزين ييجوا جنبي عشان بس يسألوا أسئلة، عشان يعرفوا. لأنه في التجربة دي يا أستاذ حمدي أنت بتشوف كل حاجة على حقيقتها، بتشوف ممكن ناس كانت تبان قريبة وبعدين بعد كده تكتشف أنه بيبعدوا. بيفرق معايا كده؟ بيفرق معايا بالتاكيد. يعني كان قريب وفي المهنه ما لقيتهوش، فارق معاكي؟ فارق معايا، بس ببص للي عايزه اقول الصوره الاكبر. مش ده البشر العاديين؟ سلوك البشر يعني مش بيفرق معايا ان انا يعني لا يعني ابتعادنا او اقترابنا، ده سلوك بشري. لا، بتشوف الصوره الحقيقيه بتبتدي. بس الصوره فيها حاجات حلوه قوي جدا. ده في ناس يمكن ما كنتيش تعرفيهم. انا بيجي لي على الواتساب بتاعي سيدات ورجالة في الكعبة ماشيين بيعملوا العمرة، وبالتليفون وهم بيلفوا بيعملوا الطواف بيكلموني بيقولوا لي احنا هنا وبندعي الرامي. حلو قوي. يا رب رامي، يا رب رامي. انا ناس دي معرفهاش. في ناس بتعمل ذبايح، في ناس في رمضان عملت فطورات على نية رامي.
الصلوات، الكنايس، المجموعات، الصلاة، كل الحاجات دي ناس معرفهاش خالص، ده سندني، دي ايد حانية انا معرفهاش طبطبت عليا. قداسة البابا قال لك ايه؟ قداسة هو البابا راجل انا شخصيا بحبه جدا، بحبه لانه فعلا مصري قوي، وما اقول مصري قوي بقى فيه كل صفات المصريين من الكرم والشهامه والنخوه والتسامح والوطنيه، اشياء كتيره جميله جدا، بس في حته ما بينك وما بينه عايز اعرفها. هو اول واحد هزني بمعنى ايماننا فين بربنا. الله. هو اول واحد، وكان دي بعد يعني بدايه الازمه يمكن بثلاث ايام. طبعا الازمه دايما اول حاجه بيحصل صدمه رهيبه. اه طبعا. وبعد الصدمه بيحصل ليه كميه ليه، كم من الاسئله، ليه انا؟ ليه انا؟ وبعدين بس هي حزن. دي منطقه الخطر الشديد. طبعا. ليه انا دي؟ طبعا، لان اصل هي الارزاق، ده اصل الارزاق متوزعه، وكمان الالام متوزعه. مصبت. يعني حتى العذبات متوزعة، وبالمناسبة بالألم بنتطهر عشان الأهداف السامية والعليا. بالتأكيد. وبعد ليه 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 بيجي الحزن العميق. أيوة. وبعد الحزن العميق بيجي الاستسلام. أيوة، ودي برضو منطقة خطرة جدا. ودي منطقة خطرة. في الاستسلام دي يا هتاخد طريق ان انت تقرب من ربنا قوي، او تنسحب. او تنسحب تماما، تنغلق تماما. اه. بعديها بقى بتيجي مرحلة الخدمة، دي اللي أنا فيها دلوقتي، الخدمة طبعا. فقداسة البابا ظهر أو كان معايا في المرحلة الأولى، الصدمة. أيوة. فالصدمة بتبقى مش مصدق إيه اللي حصل ده. هنا قداسة البابا اللي رجني وقال لي إيماننا بربنا فين، ثقتنا بربنا فين، هي دي يمكن الكلمة اللي فوقتني، وفضلت بقى ماسكة في هذا الإيمان وهذه الثقة. فده قداسة البابا. إيه الاتصال اللي هزك؟ الاتصال اللي هزني؟ أول تليفون بيني ما بين رب. وأنا ده أول كان تليفون بعد الموضوع لما بيحصل، وكنتش عارفة هعمل إيه. يعني أنا أم وأول مرة هسمع صوت ابني بعد الواقعة دي، فكنت يعني مهزوزة، ولكن قررت ان انا اخد هذا التليفون مش في البيت، قررت ان انا اخده في الدير. في الدير؟ دير مريمينة. لانه انا كنت عايزة اكون متواجدة. روحتي عشان تتلقي التليفون ده. ايه الفلسفة؟ السلام الداخلي. الهدوء. الثبات الانفعالي. وحصل. يعني انت هنا كنت بتستمدي كل ده من القديسين والطيبين والكهنة اللطاف اللي موجودين، حتى من الطبيعة، من السكون. طبعا، لانه في حاجات بتحصل مش بس ليا، لكل الناس في حاجات بتحصل مالكش يد فيها وما بتبقاش عارف تتصرف ازاي. لا، ده البعض لامك. انت اكيد قريتي بعض واختارت الوزارة وسابت ولادها، انت عارفة طبعا حاجات كتيرة. دول كانوا مزعجين بالنسبة لك ولا ما كنتش؟ كنت تدعي لهم بالهداية. انا كنت بدعي لابني. مظبوط. انا كنت في الوقت ده ما بحبش كنت اسمع اي حاجة لا تتقال عليه ولا تتقال عليا، لانه كانت الصدمة كبيرة قوي، فما كنتش احب، ما كنتش بحب ان انا التفت ودي بركن. عظيم. الصوت اللي انت سمعتيه وهزك كان صوت البابا في لحظتها، فوقي انت فين، ده ايمان بالربنا. لكن اكيد كمان في ايد طيبه قوي لما خبطت عليك كده، حسيتي ان الدنيا بخير قوي. في ايد عليا يعني كلمتني وشددت من أزري، وانبسطت جدا بالتليفون. قال لك نتكلم عن الرئيس مش كده؟ يعني انا عارف ان انت يعني متحفظه، بس يعني الحقيقه برضو يعني يذكر ان هذا الرجل الحقيقه يعني عطوف جدا جدا جدا، واخلاقي جدا، وانساني جدا، ولا ينسى الفضل في اهله. السيد الرئيس اب،
الحقيقة أب حنون، أب حنون مش بتكلم عن أسرته الخاصة، ولكن هو أب الدولة. والحقيقة أنه زي ما أنا قلت لحضرتك في البداية، المساندة من الدولة كانت بارزة وظاهرة، كانت حاجة مؤثرة جدا. هو الحقيقة أنا أصلي الدولة دي قلب نبض لشعب التعبير يعني، فبالتالي الشعب أنا تقريبا يعني كنت حتى ما بكتب كلمة عنك سيول من المحبة، فده طبعا أكيد ده منعكس على كل التفاصيل يعني. أولا أنا شاكرة لألم حضرتك الغالي. ربنا يخليك، بالعكس بالعكس. وبالتأكيد أنه هذه المحبة اللي أنا شايفاها والتقدير اللي أنا شايفاها ده برضو من ضمن الحاجات اللي بتسندني. إحنا شعب طيب، إحنا كشعب مصري شعب طيب، ورئيسنا طيب، ويتصل بيك عشان يقولك أقفي وشد حيلك وجمدي يعني في وسط الاهتمامات وفي وسط المشاكل، وسط أجندة صعبة جدا. دي حاجة أنا كبيرة جدا بالنسبة لي وتقويني، وإيد تانية الحقيقة يعني طبطبت ووقفت جنبي وودتني من القوة والثبات أيضا أنه أنا أقف على رجلي وأن أنا أحافظ على أسرتي. ويمكن يعني كأمة برضو أنا لازم أقول النقطة دي، أنا طبعا ابني بس أنا كمان بفكر في ولاد الناس التانية. بتفكري في ولاد الناس اللي راحوا؟ صحيح. فأنا كان يعني جواي حاجات كتيرة جدا جدا، فلما هذه اليد الحنية تطبطب عليا يعني ده بيفرق معايا جدا جدا. لأنه أكيد يعني أكيد فرق معاك، حتى في عادتنا دلوقتي فيها نوع من الصفاء، فيها نوع تذكر كل الطيبات اللي جات لك والرسائل لقطاها ومذاكراها. ونخرج لفاصل ونواصل. أهلا بكم من جديد. شفت فيديو هتشوفوه معايا بزيارة مؤسسة فاهم أو رموز مؤسسة فاهم أو شباب مؤسسة فاهم لمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، ممكن تفسير؟ عشان نكسر وصمة العار، وده هدف مؤسسة فاهم، إن احنا لازم نكسر وصمة عار مستشفى العباسية. احنا كتير جدا لو حد عايز يزور مستشفى العباسية وحضرتك هتوقف تاكسي يقولك لا ما تدخلش جوه. انا في مستشفى المجانين. أيوه. دي مستشفى خطر، فهو ينزله عند صلاح سالم ويسيبه يمشي. فانا قلت عشان نكسر وصمة العار لازم نقتحم مستشفى الامراض النفسية. في ايه؟ ليه بنزور مريض القلب، مريض السرطان، وما بنزورش المريض النفسي؟ ليه؟ ان في تراث مجتمعي. مظبوط. في حكايه متجذره. مظبوط. اتفاق يعني. شوف الاسماء اللي كانت بروستان احنا بنتنمر عليهم. احنا نفسنا ده حتى في الكلام العادي طبعا. يعني انا عجبني جدا جدا الدكتور خليل فاضل كتب مقال بيعيب عليا انا قلت مستشفى المجانين، وقال انا عارف ان انت قايلها بس عشان الجذب. قلت له لا، ده انا من اول لحظه اعتذرت للدكتور عكاشه وقلت له انا مش هكررها تاني. مظبوط. بس في الواقعه دي تحديدا كان لازم تتحط عشان ازعج الناس بالتعبير. مظبوط. ده احنا عشنا في المرستان ولا يا عم ده الحق المجانين، طب انا مالي؟ خطر جدا. وبقينا نقول شكلك عباسيه. شكلك عباسيه يعني احنا نفسنا بقينا جزء من جزء من طرفة. عمليه التنمر دي. ما هو المشكله كمان مش ان انت غلطت في الاول، المشكله انت ما انتش حاسس ان انت غلطت في الاول، ولفت مع الغلط. مظبوط.
فاصبح سياق وسلو سلو بلدنا كده اهو. عشان اغير الثقافه دي بقى كنا لازم ندخل المستشفى العباسيه. احنا ما كناش نعرف المستشفى العباسيه الا يقول لك ايه، اصل تم استقطاع 5 فدادين من المستشفى العباسيه، اصل المترو هيعدي من المستشفى العباسيه، لكن المستشفى العباسيه حد شافه؟ الوحيد اللي يعني عشان الطيبات في هذا الحوار كتيره، الوحيد اللي اقتحم هذا الامر وكان حريص عليه الله يرحمه سمير الاسكندراني، كان كل شهر هناك. مظبوط مظبوط حقيقي. طبعا بالتنسيق والتعاون مع زميلي العزيز دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه، راجل جميل ومحترم جدا جدا ومهتم جدا بالمستشفى جدا حقيقي وبموضوعات الصحه النفسيه على فكره. فاحنا كنا وقعنا مع وزاره الصحه بروتوكول تعاون وعلى اساسه بنشتغل مع بعض. فروحت المستشفى وشفت ايه الطلبات اللي هذه المستشفى او هذا المستشفى بيحتاجه. والنبي بتقولي لي الطلبات كده عشان الناس اللي تسمعنا تعرف قد ايه الناس ديت لا محتاجه اكستشينج يتكلف مليارات ولا محتاجه اقمار صناعيه عشان التحديث والعصرانه، لا لا ده محتاجين ابسط الخير. انا شفت القائمه بس يا ريت تقولها لي وعارضها ونعرضها برضو حاجه. احنا في البدايه قلنا طالما هنزور يبقى لازم هندخل بقى بواجب اخش بهديه. هنخش بهديه ده طبيعتنا. فلما روحت اول مره سالت دكتوره منن هي رئيسه الاداره الصحه النفسيه وبشكرها الحقيقه على التعاون، قلت لها ايه اللي ندخل بيه عشان الناس دي يعني تبقى مرتاحه. فقالت لي يعني ممكن هدوم شتوي، هينبسطوا بالهدوم الشتوي. عايزه اقول لك يا استاذ حمدي البساطه دي حاجات بسيطه جدا. ايه الناس الطيبه دي؟ كميه الناس رجال اعمال وسيدات لما بس قلت احنا عاوزين يا جماعه هدوم جديدة شتوي للناس دي ندخل بيها زيارة. أنا بيتي هنا لسه ما كانش فيه مقر للمؤسسة، اتملى هدوم وقعدت أنا ومجموعة من السيدات قعدنا نعبي لأن حلو. قلنا مش عايزين نروح ندي الهدوم كده. لا 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 جبنا شنط هدايا حطينا الهدوم كل واحد كل ست وراجل يبقى ليه طقمين. حلو قوي. وروحنا بشنط الهدايا اليوم المقرر لزيارة المستشفى، مش قادرة أقول لحضرتك السعادة والبهجة. ناس ملايكة، ناس ما فيش خطر منهم، ناس مش عايزين غير ان الناس ما تخافش منهم وما تتريقش عليهم وتزورهم. لازم الناس تزورهم، في ناس اهاليهم مش عايزين يزوروهم وفي ناس اتنست، في ناس ما عندهمش هوية وناس اتنست ماشي. عارفة ليه؟ لانه خايفين من الوصمة. مظبوط. هم حطوهم الشيوخ ونسيوه ومش عايزين يفتكروه خالص لدرجه انه اسقطوه من حساباته. مظبوط. هو ده الخطر، هو ده الشخص اللي هو اولى بالرعايه دلوقتي. مظبوط. اللي ده مقطوع من شجره دلوقتي. افتكر مديحه في عنبر السيدات، مديحه فنانه بترسم وعم ربيع بيغني غنى لنا سواح من كتر ما كان مبسوط ان احنا جميل. عنده في عنبر الرجال. مديحه بنديها الشنطه الهدوم فقالت لي ايه اللون ده؟ انا ما البسش احمر، شوفي لي لون تاني. في عزه نفس، في عايز اقول لحضرتك كيان قدامك، كيان متحقق لطيف، انسانه من حقها انها تختار من حقها. قلت لها اللي انت عايزاه انت اختاري، شوفي انت عاوزه ايه. جميل. بعديها بعد هذه وعملنا كمان في اليوم ده الحقيقه احتفاليه مع الولاد يا استاذ حمدي اللي هم ليهم اضطرابات سلوكيه. أيوة. داخل المستشفى بيجوا بيتعمل لهم يوم، فعملنا مع شركه ويل سبرينج برضو عملنا معهم بروتوكول تعاون، لعب وهنا وجري حلو خالص كل ده خالص خالص. بعدين قلنا طب احنا الناس دي زورناها في المستشفى عايزين بقى نخرجهم. حلو. فبالاتفاق برضو مع دكتور خالد عبد الغفار ومع زميلتي العزيزة أيضا دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أخذناهم محمية. حلو. شموا هوا، تصوروا، خبزوا عيش. حلو. عملنا لهم غدا وموسيقى وتوبيسات، كل ده فرق معاهم. طب المستشفى بقى إيه احتياجات المستشفى؟ محتاجة حاجات كتيرة جدا، حاجات كهرباء وحاجات سباكة وسخانات. فمؤسسة فاهم الحقيقة قدمت لي مستشفى العباسية وكنت موجودة في الاستلام، عربيات دخلت نقل بالأسلاك الكهرباء وبالأمور السباكة والسخانات كل اللي هم كانوا طالبينه. وطب احنا جبنا الحاجات دي مين هيركب؟ رحت تواصلت مع أيضا رجال الأعمال، أنا بنفسي هكون بركب
حلو. داخل مستشفى العباسية عشان يبقى احنا مش بس جبنا الحاجة وسدناها، انما كمان ساعدناهم ان هم يركبوها. احنا بدينا بالعباسية، انما في الخنكة مزبوط. وفي المعمورة، كل ده في الخطة المقبلة. دي رسالتك. ده حاجة عظيمة جدا، هي نوع من انواع التوعية. ما تكسفوش يا جماعة، كمان احساس ان يعني برنامج الزيارة ده لازم يتكرر كل شهر على الاقل. خروجهم ده لازم يتكرر، والحمد لله معانا وزير متفاهم جداً. ومذاكر، وهو راجل كمان طيب جدا جدا أوي. ومتفاهم للاشياء. يعني ممكن نحول حياة المستشفيات دول او النزلاء في المستشفيات دول لمعنى تاني خالص. ما هو لما دي بتغير الثقافة، اللي بره بقى شايف انه ده مستشفى زي مستشفى السرطان، زي مستشفى الكبد، زي مستشفى. ده احنا هندعو الناس العادية تبص على الناس. طبعا الزيارات دي في رمضان ليه ما نروحش نفطر في مستشفى العباسية مع الناس؟ ليه ما نحسسهمش ان احنا معاهم؟ لا، وكمان الفنانين الحلوين بتوعنا اللي ما بيتأخروش عن الواجب والخيرين يروح. لا، هو لما يروح لهم رمضان ولا مصطفى شعبان ولا الناس اللي هم بيتفرجوا عليهم، تروح لهم صفصف هلا صدقي ومعاه هلا سرحان ويسرى، يطيروا من الفرح. طب نروح، يطيروا. طب ما تخلينا نفتح كده المستشفى على الشارع والشارع على المستشفى، وتبقى الدنيا. يا ريت يا ريت، ونكسر احنا. عشان كده لما في البدايه بقول لحضرتك مش شغل مؤسسه ولا شغل دوله، ده شغل الشعب. لا، وبعدين رجال اعمال الله يكرمهم الفتره دي كمان يعني ما شاء الله عليهم، الخير زياده وبزياده، الخير وبزياده. والاسماء يعني اللي موجوده في الكشف اللي انا شفته ناس محترمه جدا، والناس كمان بعد الحلقه ديت ولما تعرف قد ايه الهدف الجميل ده، اعتقد ان محدش اتاخر ابدا. متهيألي يا استاذ حمدي المستشفى الوحيد اللي ما عملش اعلانات تبرع خالص خالص خالص. لا، ده احنا الخنكه محتاجه شغل كبير جدا، والمعموره. طب انا عايز اختار عليك كمان، لازم نبص على مستشفى الجوزان. ضروري. من ضمن الخطه بتاعه مؤسسه فاهم، لان احنا بنتكلم عن التعب النفسي والمرض النفسي، بس في ناس عندها امراض عضويه ولكن بتمر بازمه نفسيه. صحيح، ما هو نتيجه دول هذا المرض العضوي. الجماعه دول فعلا بيمروا بازمه نفسيه، فاحنا في الخطوه اللي جايه عندهم رهاب مجتمعي طبعاً. والناس كمان وذوي الاحتياجات الخاصه. صحيح، و يعني كلنا يا استاذ احنا عايزين نغير طبعا. يعني طبعا يعني الشعب ده يليق بيه مساحات اخرى من التغيير. بالظبط، واحنا شعب طيب جدا لو خير جدا. يعني عايز اقول لك مثلا ان انا ما هحكي لك، ما انا بحكي، احنا بنحكي مش في رمضان اللي فات ده كان في توقعات متشائمه والازمات في رمضان والناس وياكلوا منين والاسعار. ما شاء الله، سبحان الله، سبحان من رزق العباد دي كلها، ومر رمضان وهم في غبطة وسرور وشبع وقناع وما شاء الله عليهم. أنا هقول لحضرتك حاجة، اللي بيخاف من الأزمة الاقتصادية واللي بيخاف من السودان واللي بيخاف من كل الحاجات اللي هي محيطة بينا دي، هي مصر دي عدت من شوية يا ما ده اتعرضت بيه والبلد مستمر. قال لا، طب ما احنا كنا في حكم اخوان، ده احنا كنا ضايعين، ده احنا ما كانش فيه امل ان احنا نشم نفسنا. ده في ناس ابتدت تهاجر يا استاذ حمدي. صحيح، ده في ناس قفلت بيوتها ومشيت. صحيح، ورجعت. طب حكم الاخوان، هي ازمه كورونا دي، ده الناس كانت بتيجي من بره يقولوا لنا مش لابسين الماسك. كمان الماسك ايه؟ دكاتره القهوة في وسط البلد شغاله، دكاتره القهوة في المصريه شغاله. بنحضن بعض وبنبوس لا بعض ومفيش اي حاجه. فلسفه ان ده شعب يحب الحياه. شفت ايام هنا كانت عامله ازاي؟ مصر كانت في حالة غبطة وسرور غير اعتيادية في العيد. البلد دي من الآخر كده ربنا محافظ عليها. هو أنت شفتي سيل التهاني ما بين العيدين، عيد القيامة وعيد الفطر؟ هو في إيه؟ ده بلد تحولت، ده الفيسبوك تقريبا بقى تهاني. وصيامات مع بعض، ده غير صيامات مع بعض، وفي الفطارات والسحورات لازم يبقى في أكل صيامي للمسيحيين. لا، وكمان طب ازاي؟ والزينه اللي بيعلقها المسيحيين والفانوس اللي بيشتريه المسيحيين والجلاليب اللي بيلبسوها المسيحيين. طب هي دي البلد دي ماشيه كده ازاي؟ ماشيه، فيها روح مختلفه. بص، فيها روح مختلفه، فيها بركه رهيبه، في صلاه تراويح، في اذان مساجد، في اجراس كنايس، فيها بركه. عشان كده اللي يقول
ده احنا وهنعمل ايه ولا وسعر الدولار ولا والحرب تحت ماشي والحرب. هم يقولوا ما فيش مشكل دي كلها حسابات منطقية في أزهار أزمة اقتصادية، لكن هم مش ما يعرفوش معنى فلسفة الزكاة، فلسفة العشور، ما يعرفوش المعنى ده. يعني مش داخل في دماغهم، دي حسبة تانية خالص طبعا. ده حسبة حسنة مخفية، ده قصة تانية خالص. ده في حالة تكافل. السفينة هي البلد ماشية في بحر، الأمواج بتعلى، الريح بتشتد، المية ساقعة، إنما السفينة إيه؟ ما بتجرالهاش حاجة، هي ثابتة قوية وما بتخليش المية دي تدخل جوه. أيوة، لأن خشبها ناشف بالظبط، لأنها في البحر بقالها كتير، بس ويا ما شافت عواصف وأنواء وزاوية، والبحارة جوه بيقولوا إيه؟ الله أكبر. بالظبط كده، بس وعندهم قوة وعندهم عزم وحب البقاء، بس وحب فاحنا البقاء. يعني ده احنا عدينا من حاجات، الواحد لو ابتدى يرجع بس بذاكرته. واحنا بس مشكلتنا عندنا ذاكرة سمكة، بننسى بس بسرعة، انما نرجع كده يا ستي بننسى طبعا. هو ما الناس بدأت تنسى ما كان لسبب ظرف بنمر بيه او وضع بنمر بيه، وهم نفسهم اللي هم كانوا بينادوا على هذا الرجل وعلى هذا الجيش العظيم ان انقذنا. بص يا استاذ حمدي، انا طلعت من الحكومه المصريه، والكلام اللي هقوله ده انا بره الحكومه، يعني ما حدش يقول دي وزيره ولازم تقول الكلمتين دول. انا بره الحكومه وبمر بتجربه، يعني عندي ما يكفيني. بس انا الحقيقه في السبع سنين اللي انا عدتهم كوزيره، انا شفت هذا الرجل وتعاملت مع السيد الرئيس. لا، في حب للبلد، في وطنية شديدة، في مفيش نوم، في وحضرتك وكل السادة المشاهدين عارفين انه لا، ما تتعملش في 3 سنين، تتعمل في سنة. حد عايز يجري بالبلد، وحد عايز يعوض اللي يعوض ده من اللي فات، مش سنة. انا عندنا فاقد عالي جدا، عندنا فاقد ضخم جدا ولسنوات طويلة، وكورونا وحروب وازمات وكل سنين ده دولت. يعني عشان كده حضرتك بتقول في رمضان كلنا اكلنا، كلنا كنا في العشر سنين اللي فاتت دولت، المصريين شافوا حاجات غريبه جدا، شافوا ثورتين وشافوا جائحه وشافوا حربين. احنا شفنا كل حاجه، كل حاجه. ده احنا شفنا فتن طائفيه، شفنا كل حاجه. ايوه، انما البلد دي زي كده يعني متحفظ عليها. لا، وشفنا سينا كيف كانت وكيف أصبح، وعمليات إرهابية وإشاعات. هي الإشاعات دي، ما هي دي الإشاعات دي، هي دي أنواع الحرب الجديدة، إن هو يكسرك بكل الإشاعات على السوشيال ميديا. بس إحنا كنا عاملين إزاي؟ خط واحد دفاعي قدام أي حد يقدر إن هو يتكلم علينا. عندنا أزمة، عندنا أزمة، عندنا مشاكل، عندنا مشاكل، محدش بينكر. إنما مفيش توقف للدولة، مفيش سقوط للدولة، مفيش يأس في الدولة، في دايما عزيمة. دي دولة بتشتغل كل يوم، بس ده كل يوم الصبح وانت بتنتظر الشروق. هنا في آلاف مؤلفة في كل الأماكن بينتظروا الشروق علشان يبدأوا مشوار النهار. بالظبط، عشان كده الشروق جميل، عشان بعد السواد الليل في الأمل. والخال عبد الرحمن قبل ما يموت قال جانا نهار، جانا نهار، مظبوط، والنهار اللي جاي ده هيدفع مهرها لانها عروسه جميله جدا، عشان الكون كله ما شافش زيها. بلدنا محروسه، بلدنا محروسه 10,000 سنه. فارجع تاني لمستشفيات الصحه النفسيه، محتاجه دلوقتي نفره مجتمعيه، محتاجه تشبيك مجتمعي، لانها محتاجه ايه؟ 1 2 3، محتاجه تغيير ثقافه. ثقافه اولا، محتاجه زيارات دوريه. كويس، تغيير الثقافة ده يبقى لازم يبقى سيد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا يبقى معانا في المسألة دي. طبعا معانا يعني دكتور، لازم كمان الدكتور رضا كمان في المناهج خاصة للأطفال، لازم يكون في المفاهيم دي بتتسرب وتتشربها الأذهان وهي موجودة. حصل فعلا هذه المقابلة، والحقيقة كمان كان معايا في هذا الاجتماع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللي احنا موقعين أيضا بروتوكول معهم وفخورة بذلك. احنا قريبا جدا بنوقع بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم لحاجتين. أول حاجة يا أستاذ حمدي، إن احنا
بنتعاون مع وزارة التربية والتعليم ان احنا ناخد كل الاخصائيين النفسيين في المدارس التجريبية. حلو. عشان نعمل لهم دورة تدريبية يعني ايه تعب نفسي. مظبوط. يعني ايه ياخد باله ان الولد اللي في الفصل ده شقي زيادة او منطوي او منعزل زيادة شوي او حزين او في فرط حركة، يعرف يعني ايه ADHD، يعرف يعني ايه باي بولر. مظبوط. يعرف ازاي يكلم الاسرة وينبههم ان الولد فيه مشكلة. والحاجة التانية زي ما حضرتك ذكرت وعرضنا على دكتور رضا معالي وزير التربية والتعليم وافق على ذلك، ان يبقى فيه منهج او مادة الصحة النفسية داخل المدارس. مهم جدا ان احنا نعرف يعني ايه، بس قبلها كمان لازم نوصيه بتنقية المناهج من الوصمة. بالتأكيد. ضروري. يعني احنا ساعات بنتكلم كلام عايزي، انما بيحصل نوع من انواع التنمر، وعلى فكرة التنمر في المدارس ده بداية التعب النفسي. بالظبط. عشان كده احنا كنا حريصين انه يبقى فيه بروتوكول تعاون ما بين. طب في المدارس وهتقدري تتكلم مع الدكتور رضا، والتنمر في الشوارع ده حاجة صعبة جدا. احنا مرينا بحاجات كتيرة جدا جدا، وده خلى ان احنا كلنا حتى مش بس تنمر في الشوارع، صوتنا بقى عالي. يعني بقينا نعلي صوتنا على في ثقافة كده طلعت. أيوة. مش بتاعتنا. فزي ما بقول لحضرتك كل ده مش هيجي بين يوم وليلة. انا فاهم، بس على الاقل نبدأ. طبعا. هو ان احنا ندخل في ملف التعب النفسي والمرض النفسي، ما هو التنمر في الشارع على فكرة الولد اللي بيتنمر على زميله في الفصل هو اصلا متنمر عليه في البيت، هو بس بيطلع غلبه. أيوة. في زميله. فاحنا بنغير الثقافة كلها فيما يتعلق بأداب الحديث، ازاي تتكلم مع اللي جنبك، ازاي تاخد بالك من مشاعره. احنا طبعا من ساعة ما مؤسسة فاهم طلعت كمية الناس اللي عايزين يتطوعوا في المؤسسة يعني امر شيء عظيم جدا. جدا. انا عندي حلم يبقى فاهم في الخنكة وفاهم في المعمورة على الاقل ابتداء، يبقى عندنا مثلث العمليات، ثلاث مستشفيات الكبار دول نقدر نعمل منهم يعني. وفاهم في الجامعات. وكان في الجامعات. وفاهم في المدارس. مظبوط. وفاهم في المجلس القومي للمرأة. فاهم في كل حتة، لأنه حضرتك بتكلم كل شرائح المجتمع، عيال في المدارس، أولياء أمور، ودي المشكلة. لأنه إحنا دلوقتي بنتعامل مع الولد هيجي فاكر البنت اللي انتحر، مش انتحرت الحقيقة، اللي ماتت نتيجة للتنمر، الطالبة ماتت نتيجة التنمر. عشان كده لما رحت المدرسة واتقابلت مع البنات اعدادي وثانوي فبقول لهم انا لما كنت صغيره في المدرسه كانوا بيتنمروا عليا بالطول، النخله، الدور عندكم عامل ازاي فوق، كنتوا بتاكلوا مكرونه سباجيتي وانت صغيره. كنت بتضايق جدا. والله. طبعا. كنت عامل ازاي؟ كنت بمشي مقتبه عشان ما حدش يقول ان انا طويله. وكانت والدتي تقول لي فريدي ظهرك. فريدي ظهرك. بس كنت حاسه متضايقه. ما هم بيتنمروا. فلما رحت المدرسه بكلم البنات قلت لهم غيرت ولا لسه زي ما انتوا في الدور يعني في تطور حتى في التنمر؟ فطلع زي ما هو، ما غيروش، ما فيش حتى تجويد. فشجعت البنات ان هم يطلعوا يتكلموا على المسرح. مش قادره اقول لحضرتك الفزع اللي مجلس اداره المدرسه اتفاجئ بيه من عياط البنات. البنات بتتكلم عن تجربه التنمر اللي هم بيمروا بيها. المجتمع. فاحنا محتاجين نشوف عندنا مشكله في التنمر قوي قوي. التنمر بقى زياده. وكله متنمر على كله يعني. هننزل غابة يعني سلوك. المتطوعين بقى اللي هيكونوا معانا ان شاء الله هننزل الجدول قريبا. ما هو انت مش لازم تكون دكتور نفسي عشان تساعد، بس انت ممكن تسند اللي جنبك وتحس ان هو مختلف فتقرب منه بطريقه لطيفه ما ينفرش منك عشان تقوله لا انت بقى يمكن محتاج طبيب او محتاج متخصص. هم دول المتطوعين. طب احنا دلوقتي رايحين الصيف، هم طلبوا لبس شتوي وراح. هنودي لبس صيفي. هنودي ده عايزين بقى يعني. إيه؟ لسه امبارح. لا انا عايزين بقى مش بس المحميه. عايزين ناخدهم مسرحيات. حلو. عايزاهم يشوفوا الثقافه والدراما المصريه يعني يبقى هو حاسس ان هو مش منسي. أيوة. ان هو متشاف كويس، انه انا عيان زي اللي عنده مرض عضوي اكثر. نبقى انا عجبني قوي مشروع عاملاه اعتقد صديقنا تامر عبد المنعم اسمه سينما الشعب. ما يروح لكم سينما الشعب هنا. يروح
وعلى فكره فيهم مواهب كتيره. وفي على فكره داخل مستشفى العباسيه في مسرح صغير كويس. يعني ممكن نكتشف فيها حتى مواهب. انا بقول لك يعني عم عيد ده غنى اغنيه سواح ما كناش عايزينه يبطل، صوته حلو جدا. وبعدين اشرف عباقي ومسرح طبعا يروح له طبعا طبعا او يقودهم. يا ده يتسير. انا مجرد انا بس اللي جه على ذهنيتي، لكن بالفعل احنا محتاجين نغير حياه دول. اصل دولت لو اتغيرت الدنيا هتختلف كتير. احنا عايزين نغير حياه اللي جوه واللي بره واللي بره، لان اللي بره بس نعمل اللينك. هنعمل اللينك، ما هو لما يشوف ان احنا بندخل هذه المستشفيات او المراكز عادي، انت مكسوف من ايه؟ خايف من ايه؟ ونشجع الاسر. فلسفة التطبيع مع المستشفيات الصحه النفسيه دي مهمه شاقه جدا طبعا. بس زي ما حضرتك قلت، الوزير خالد عبد الغفار مؤمن جدا بهذا الملف وشغال فيه، والحقيقه بيدي تعليماته. ودكتوره منن بصراحه هايله، يعني انا تعاملت يعني عن قرب معاهم. لا حاجه يعني، بس محتاجين بقى مساعده، يعني عايزين بس لازم احنا. طب ده جزء بالنسبه للخدمات والخيريات وما الى ذلك، بالنسبه للقوانين بتاعه المستشفيات دي اكيد في نظره برضو لازم يبقى فيه. هي مش بس قوانين المستشفى يا استاذ حمدي، قوانين الدوله في السياق ده. في السياق ده المريض النفسي هل هتحجر عليه عشان هو مريض نفسي؟ ده في بيدخلوه تحديدا عشان يقيموا عليه حجه الحجر، وانت عارفه اطماع الورث والكلام ده كله. بالظبط. ده في تهمه اسمها الخرف. عندنا حاجات كتيره محتاجين ان احنا نعيد النظر فيها فيما يتعلق بالمريض. وبعدين يخش، يعني انت تستخدم حقك في ادخاله وتنساه. طب مين يخرجه؟ بالظبط. ما هم ده اللي دلوقتي هم فيه دلوقتي. فعشان كده احنا شغلنا بقى لما احنا بنشتغل على الارض في الجامعات وفي المدارس وفي المستشفيات، بننقل كل ده لمين؟ لتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين. كويس. لان هم طبعا في عندنا من البرلمانيين اللي بيعيدوا النظر طبقا للي احنا مزبوط. بننقله، لانه عشان تغير قوانين لازم تشوف اصلا هو ايه المشكله تحت، مش بنتكلم من برج عالي. فده احنا كمان شغالين فيه بالتاكيد. الدفعه دي او التغيير ده بالتاكيد هيوصلنا، ونفسي مصر تبقى هي الدوله الاولى، وطبعا بعضويتي في الاتحاد العالمي للصحه النفسيه ان شاء الله بعون الله 10 اكتوبر هو اليوم العالمي للصحه النفسيه. هشتغل ان شاء الله على تنظيم اول مؤتمر دولي على ارض الدوله المصريه خاص بالصحه النفسيه. يعني يوم 10 اكتوبر هيكون موعدنا مع السيده السفيره نبيله مكرم في اول مؤتمر دولي يعقد على الارض المصريه للصحه النفسيه. تصبحوا على حكم.